قاد الزوجان الجميلان أوزكياغيس وجوك بيرك ديميرج الذين نتطلع لحفل زفافهما قد قضوا أمسية لطيفة للغاية في ليلة عيد الحب 14 فبراير لنسيان عملية الانفصال التي مروا بها. عد جوك بيرك ديميرج مفاجأة رومانسية جدا لعشيقته أوزكياغيس. اتضح أن جوك بيرك ديميرج أيضا حصل على دعم من أصدقائه لهذه المفاجأة التي كان يخطط لها لأوزكياغيس. بفضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة للحصول على تفاصيل الأخبار. أمضى جوك بيرك ديميرج وأوزكياغيس ليلة لطيفة للغاية في يوم العيد الحب ليجعل عشيقته جميلة أوزكياغيس سعيدة. قام الممثل الشهير جوك بيرك ديميرج بتزيين الغرفة بالورد والشموع الحمراء. كانت هذه الغرفة جميلة حقا ومميزة بما يكفي لإسعاد أي امرأة. اعتنى جوك بيرك ديميرج بكل التفاصيل ليجعل المرأة التي يحبها سعيدة. في الواقع بدأ جوك بيرك ديميرج استعدادات لهذه المفاجأة قبل أسبوع. تفاجأت الممثلة الجميلة أوزكياغيس عندما رأت هذه الغرفة أعدها جوك بيرك ديميرج حبيبها وأعربت عن سعادتها بهذه الجمل. قالت تجعلني دائما أشعر أنني أجمل امرأة في العالم. شكرا لك على كل يوم جميل قدمته لي. وهي فوجئت بكل التفاصيل التي أعدها جوك بيرك ديميرج. هو حقا رجل رومانسي جدا وجعلني أشعر بسعادة في هذه الليلة. وهي تستحق أن تكون سعيدة مع حبيبها جوك بيرك ديميرج. أتمنى السعادة أيضا لجميع الأزواج الذين يشاهدون هذا الفيديو. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ شاركوني بأفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو. وداعا.